نتكلم عن الجزء بتاع النادي الاهلي بقى. تمام. ايه بقى احكي لنا. لا بصراحه النادي الاهلي يعني كان قبل ما اتاهل اصلا هو جددت العقد، حتى انا جيت معاك في حلقه هنا قريب تقريبا يعني. كانوا مهتمين جدا وال كان قبل التأهل بتاعه وقلنا لك وشنا هيبقى حلو عليك الكلام ده لازم يوقف المفروض اول ما تيجي يا كابتن محمد تقول لنا الكلام ده قلنا هي يعني صح أول... ولا لا أيوة. بس حتى قلت ان اول حلقه هتبقى بعد التأهل بعد الكلام ده ان انت بتتم تأهيلك مش عشان انت شاطر في اللعبه ولا مميز لا خلي عشان كان ليه جزء ايوه لا والله هو ربنا يخليهم يعني هم عملوا يعني هو انا اصلا فاجئت حتى بتجديد العقد في الفتره دي هو قلت الطبيعي مثلا انا في حاله التاهل هعمل عقد وكده لو هم عملوا عقد قبليها مثلا كويس جدا فده كان حافز و... و... وان شاء الله الفتره الجايه في احسن من كده بكتير ده كلام مني انا يعني انا ان شاء الله هركز الفتره الجايه ان انا احاول احسن رقمي وابقى مستوى احسن من كده ان شاء الله. هو في رياضه دفع الجهد الشق العاب القوة هل بيكون في احتراف زي كرة القدم كده ولا مفيش مساحة للاحترافية في العاب القوة؟ احنا اصلا لعبتنا يعني هي لعبة رقمية عموما فممكن يعني مش محتاج احتراف يعني هو اول ما بيكون من التوب 10 عموما بيبقى في حاجة اسمها دايموند ليج دوري الماسي بياخدوا احسن لعيبة في العالم يلعبوا 7 ماتشات في 7 اماكن في العالم عموما بيبقى في تشالنج وميتنج بيبقى في كل حاجة يعني هي اصلا يعني ساعات بيبقى الواحد يعني في الالعاب دي بيبقى يلعب باسمه مش باسم منتخب او نادي يعني او نادي يعني هو اصلا يعني منتخب بتبقى فيه افريقيا وعالم وعرب وكده لكن البطولات دي بتبقى هو مجرد بس هو يعني ده من مصر لكن هو معروف باسمه بيلعب باسمه ومكتوب اسمه على التيشيرت يعني بس. طيب محمد دايما الشخص الطموح بينظر كمان لقدام ويبقى عنده كده تطلع مش بيكتفي بس بتدريبه والحاجه او الصوره اللي تحت رجليه، انت كلاعب برضو لسه شاب صغير واكيد قدامك سنوات طويله بتبص لقدام ازاي؟ بتتفرج على مثلا البلاد المختلفه ومنها عايز اعرف برضو يعني مع اجابه السؤال مين اكتر دوله متقدمه في رمي الجله؟ يا امريكا ما امريكا فيش ما من غير المنافس لحد دلوقتي لا في منافس بس بيبقى بيطلع لهم كل فتره لكن هو الطبيعي كل سنه بيبقى في واحد يعني موجود في اول على توب ليست امريكي يعني.